مساء الورد عليكم. هنعمل ريفيو سريع عن علب الجبن التحفه اللي نازله معانا في الفلاير المره دي. دي العلبه الميني، دول حجمين على الطبيعه، ودي العلبه الوسط. هنشوف دلوقتي واخدين قد ايه، ونشوف اصلا العلبه بتتكون من ايه. اول حاجه خليني بس اقول لكم الميني دي عشان نشيل اللي فيها. دي تقريبا واخده ربع، وممكن تاخد اكتر من كده كمان شويه، لان هي طبعا فيها ارتفاع. فلامانك، انا بس عايزه اوريكم الجبنه، يعني هي بقى لها تقريبا 4 ايام في الثلاجه، بوريكم بس الجبنه طالعه ازاي. دايما احنا مشكلتنا في اي جبن صفرة تتحط برا الثلاجه تنزل دهون، تدخل جوه الثلاجه تلزق في بعض. الكلام ده بقى مش موجود خالص مع العلب دي، تمام؟ طيب العلبه دي اصلا عباره عن ايه؟ العلبه اصلا نفسها اللي هي القاعده عباره عن وجهين، وجه فيه اطار حافه داخله لجوه، ووجه فلات خالص. ده عشان لو بتحطي عليه زبده او قرص جبنه كامل بتقطعي منه، بيبقى بسهوله انك تقطعي وتنزلي. وهنا علشان لو حط حاجه ممكن تعمل ميه، يبقى فيه مجال ان مفيش حاجه تطلع بره. طيب دي القاعده بتاعت العلبه. القصه كلها بقى عندنا في الغطا. طبعا هو الغطا هنا ليه زي 2 هاندز كده طالعين عشان يبقى سهل عليا ان انا اقفلها واطلعها واشيلها منها. وانسى ان العلبه بتتقفل، هي تقفل ده على الحجم ده اهي، يعني هي ماسكه في نفسها، وبتقفل برضو على القاعده الثانيه اهي، تمام. طيب غطا الجبنه ده عباره عن ايه؟ الغطا ده احنا هنلاقي فيه ان فيه فتحات. الفتحات دي عباره عن في زي حاجه ملزوق عليه، ده فلتر. الفلتر ده وظيفته ان هو بيمتص كل الرطوبه اللي طالعه من الجبن اللي ممكن تخليها تلزق في بعض او تعمل ميه او تبوظ او تصوف بسرعه. ده اختراع بجد، يعني الجبنه ممكن الجبنه الصفرا دي ممكن تقعد في الثلاجه معاكي لغايه اخر قطعه ما يجرالهاش حاجه. طبعا هي مقفوله، محدش احنا ما بنحاولش نخرمها ولا اي حاجه، هو بس ده كده ده الفلتر بتاعه، واحنا بنغسلها عادي جدا ما فيش فيها اي مشاكل، وننشفها بس اهم حاجه كويس. ادي العلبه، تمام. طيب دي العلبه الوسط، نشوف واخده قد ايه. نفس الاثنين هاندز دول من هنا اهي، نفس الفلتر اللي جوه، تمام. دي واخده معايا نص رومي وربع شيدر، ودي كانت بقيه جبنه جوده برضو عندي. ناخد بالنا ان هي ممكن تاخد اكتر من كده كمان عشان ارتفاعها، مع الحرص على حاجه ان هي ما تبقاش واصله للاخر خالص، لازم يبقى في مساحه بين الفلتر او بين سقف العلبه وبين تحت عشان تنفس الجبن. العلب تحفه ونازله باوفر فظيع، وفعلا هتحسي فرق جميل جدا لما تستخدميها.